الرحمة في رمضان. حديثنا اليوم عن مشاهدات في رمضان. رمضان في واقعنا المعاصر. المرأة ورمضان. في تسوق زيادة عن اللزوم، في إسراف زيادة عن اللزوم. كيف للإعلام أن يؤثر في نفسي ويؤثر في حياتي فيكون إعلاما هادفا ولا يكون إعلاما يجرني إلى طريق الشيطان؟ تابعونا على شاشة قناة الرحمة الفضائية الغراء تتعلم المزيد والمزيد. هذه برامجنا. الرحمة في رمضان يأتيكم في 2:15 مساء بتوقيت القاهرة.